بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم، بيانفوني سوغ لاشين ميديسا كاينه. اليوم ان شاء الله حندير معكم ان بلا دو سيزون، حنديرو مع بعض طاجين جلبانه ولا جاردينيير تاع جلبانه جاردينيير بالزيتون. يجي هايل هاد لو بلا اللي دائما يعرفوا وصفاتي مو فورم كونفيونس. نقول لكم بقاو معايا راح نشوفوا هاد الوصفه وتجربوها ان شاء الله تعجبكم. الوغ هنا واش عندي؟ هنا عندي زوج حبات بصل رحيتهم، هنا كيما راكو تشوفو رحيت مليح البصل تاعي، نحيت منه وخليت يعني شوية هكا قيس حفنة يعني مليحة تاع البصل، خليت شوية بصل هاوليك ندنيهولكم باش تشوفوه هاهو. وعندي هنا نسحق نص صدر تاع الجاج يعني ان دومي بلون دو بولي هاوليك، وعندي كمية تاع المعدنوس مغسول مليح. الوغ واش ندير؟ حنرحي هاد لو بلون دو بولي. نتوما هنا ديروا على حساب الكميه، انا ندير يعني نص برك صدقوني حتكفيكم. راح نرميه مع هاد البصل يترحى ونحط له المعدنوس. صدقوني اللي ولادهم ما ياكلوا لهمش الجلبانه هاد الخضره بهذه الطريقه حين ياكلوها ان بلا ديليسيو صدقوني. الوغ نديروا لو بلون دو بولي ونحط معاه كميه تاع المعدنوس ولا لو بيرسيل، حاولوا انكم ديروا كميه مليحه هكذا. نرحي كلش، نحب ندير لي زيبيس من قبل. اذا هنا عندي فلفل كحل ولا فلفل ابيض بوفون بلون. الوغ عندي هنا الكوري هاوليك، الدجاج يحب الكوري، لو جينجمبر ولا سكنجبير. الوغ نزيد عليهم بياض تاع بيضه يعني ان بلون دوف بياض حبة بيض، ونحط لهم بيان سور شوية تاع لا شابلور، ما ننساوش بيان سور لو سال ولا الملح. فوالا ونرحي كلش هاوليك. الخليط اللي تحصلت عليه وهنا صدقوني واحد الريحة اللي راهي تطلع منه، ريحة التوابل هاديك يعني كي تفوت الترحة راهي تمد نكهة هايلة. كما راكو تشوفو إلى صيت قطعت فيها، جبت فخوماج بلون قطعته وعندي زيتون. ألوغ واش ندير؟ بسم الله نشمخ هكا شوية يديا ونحكم العجينة تاعي تاع لو بلون دو بولي هكدا، نحكم شوية منها. الوغ هنا نبسطها هكدا، نفتحها شوية إلا شتراهي تلصق، ندير سباتيا في الماء، نحكم لو فخوماج ونحكم زيتون، هذا زيتون دي نوايوتي هاوليك فوالا، ونغلق على الزيتون والفخوماج هكا، ونشكل ان بوتي بودا بهاد الحجم. نحاول اني نغلقو ونحطو بلونزون اسيت. الوغ اهم لك لي بودا تاعي بجتهم. هنا واش ندير؟ حنزيد نجوزهم في شويه فرينه هكذا باش من بعد كي نقليوهم، حنقليوهم راح تشوفوا معايا ما نسبقوش الاحداث، باش يجوني شادين روحهم او ميم طون هاد لا فارين منها يشدوا لي روحهم، يتحمروا لي بيان، ياخذوا لي بيل دوغور هكا يعني جوست ليجيرمون و لي فاريني او ميم طون. هذيك لا فارين اللي تقعد لي في لا مارميت تاعي ولا في لا كوبوت va créer يعني une sauce épaisse يعني une sauce تكون شويه خاطره. voilà voilà donc c'est pour lier en même temps la farine pardon la sauce تاعنا. alors هنا عندي لا كوكوت فيها شويه سمن وشويه زيت، سمن يعطي لها بنه، نحطوا شويه سمن، تقدروا حتى ما ديروهاش، نخليه يسخن. وهنا في نفس الوقت كما راكم تشوفوا عندي الزيتون حطيته وغليته 3 فوا يعني على حساب الزيتون تاعكم، اذا كان مالح ولا ذوقوه من الاول. في كل مره نصفيه ونعاود نغليه، انا غليته 3 خطرات وصفيته وخليته، ونروحوا نوليو الجاردينير تاعنا. الوغ نحط لي بودان تاعي في الزيت، الزيت بيان سور لازم يكون سخن مليح. فوالا ونقليهم عادي.
الو ندير لها الملح دركا والملح على حساب الذوق تاعكم. ديروا لها شويه تاع الفلفل الكحل الى الفلفل الابيض، انا هنا كنخدم الفلفل الابيض. فوالا وندير لو كوري اللي هو يمد بالهايله في هذا البلا. الو الزيت تاعنا هاو لي راهو يتحمر دركا، واش بقالي؟ بقالي نحط عليه البصل. هنا نخليه يتخلى يكمل يتخلى مع هذاك البصل مع هذاك لي دام تاع البولي اللي قليناه. واش نقولكم الروائح، صدقوني ناكد ونعاود لازم تبعوا لي زيبي تاعيهم لكم في هذا البلا. كومبينيون فخي يعني راهم متوفرين في الاسواق، تغسلوه مليح وتقطعوه. تقدروا ميم ديروا لي شامبينيون يعني تاع العبا، انا هاوليك شامبينيون اللي استعملته يعني راهو يتباع في لي سوبر مارشي ولا لي غروند سيرفاس، راهو يتباع. كاين بزاف اللي يعني يحبوا يشروه ما يعرفوش يقول لك كيفاش نستعملوه. هو يعني في الحقيقه بنين بزاف على الشامبينيون تاع لي بواط، لكن اذا كان ما توفرش ساعات يكون ساعات لا. انا كيما اليوم راهو حاضر نخدم به، هنا ماشي حاضر ماشي مشكل نخدم تاع لي بواط. الوغ نزيد جو في روفنيغ لي شامبينيون مع لونيون اي لي بولي، نزيد عليهم معدنوس ولا لي بيرسيل. هنايا القرنون، القرنون كيما راكم تشوفوا قطعته رقيق يعني القلب تاع القرنون. هاوليك على غوش القالب، قالي نحط عليهم الجلبانه ونحط عليهم يعني الجلبانه هنا سي لي بتي بوا. مع الجلبانه ندير كميه الزيتون اللي غليتها من قبل، راكم يجي هايل هاد البلا. غير نمرق على الكريسبي، الكريسبي يتغطى. ودركا نعاود نرجع هادوك لي بولات ولا هادوك لي بودا تاع الصدر تاع الدجاج باش هما تاني يكملو طياب تاعهم. كوكوت نخليها على نار متوسطة، ماهوش راح يطول يعني الدجاج ما فيهش راح كيما نقولو حنا تمتم يطيب. حوالي 20 دقيقة لو بلا تاعنا يكون واجد، نطفي عليه ونرش عليه شوية معدنوس عصرة تاع القارص ونتلاقاو في طبق تقديم ان شاء الله. الوغ لو بلا تاعنا هاوليك راهو واجد كيما شفتو. جلبانه جارتينيير درنا فيها شامبينيون، درنا فيها دي زولي فيرت، ودرناها بالان دومي بلون دو بولي فارسي فرماج زيتون. و لاصوص كيما شفتوها تجي تجي ثقيله تجي خاطره. لو بلا اي ديليسيو، جو كونساي دي ليسيي. في الاخر نتمنى ان شاء الله ان تعجبكم لا فيديو تاع اليوم، ونقول لكم تهلاو في روحتكم على بروجين ان شاء الله، وسلام.